في كم سؤال بدك تسألني اياهم وبدي اركض رح. احمد فتحي يقيم اعمال بلقيس ودانيلا ونصيف لم يتقابلا. بتمطر شمسيه. او ماي جاد ما شفت سوري سلافه عن جد ما انتبهت ابدا. ليه لحالك اليوم؟ انا ما بسترجع اجي لحالي، ما بدعس ولا خطوه ولا مرتي. كان وين جوال؟ عامل انترفيو هونيك وناطره هون. وهذا لانه كمال بفضل يبقى بعيد عن الاضواء، بس ايتي بالعربي ما قدر يتركه لحاله. طب يلا لكان خلينا ننطر جوال لتيجي وهيك ما بنقدر نشوفكم غير مع بعض. يلا ننطر هونيك سوا. بس احمد وكمال ما كانوا عارفين انه جوال ما راح توصل بوقت قصير، فنطروا ونطروا لانها كان عندها كثير مقابلات. جوال يعني حاولنا نستناك انا وكمال لحتى ناخذ انترفيو مع بعض، عم زهق وتركنا ورا. انا زهق جوزي وفال تركني، بس شو بدي اعمل؟ لي اي ثينك اكثر من ساعه عم بعمل انترفيوهات نشف لي ايه، بدي اشرب نقطه مي، بس اول از جود الحمد لله. الصحافه بتحبني، انا بحبهم. في يس بليز بدنا مي. وين في مي؟ اوكي هلا انا حاعمل معك لقاء. شو رايك بضيافه هالسنه؟ كتير حلو بجنن. عن جد كل سنة عن سنة أحلى من التاني. ومين أحلى إطلالة شفتها أنت الليلة على ريد كاربت؟ جوال. عم بيغش لأنه أنا عم بعمل معه الانترفيو. وجوال اختارت فستان بيناسب عنوانها الدورة اللي بتكرم وردة الجزائرية، وبالوقت نفسه مميز بالجرأة خاصة بالسلت العالية اللي أخذتنا بفلاش باك على فساتين النجمات العالميات، خاصة بلا حديد اللي اعتمدتها أكثر من مرة. هذا مرمر حليم. انا على طول بحب اشجع بالبيج ايفنتس التالنت العربي. اتس لايك ورده صح؟ انت شو شايف؟ ورده مفتحه. انا حدا قال لي عصفور حلو بس انا حسيته اكثر ورده. ورده حمراء. ورده. وبدي اخبرك كثير بس انت ما بتعرفي، احنا عم نعمل انترفيو مع سلافه وخرجي، الورده غطت علينا وكانت عم بتقولك انه جواز. او ماي جاد ما شفت سوري سلافه عن جد ما انتبهت ابدا. شايلين حاطين قابلين. شو؟ جوال بتمطر شمسية. ونحن هون كنا عم نسأل سلاف عن أغانيها المفضلة لوردة. معجزة. معجزة بحبها كتير، وفي أغنية بحبها كتير يمكن عنوانها رحمة كمان كتير بحبها، واشتروني واشتروا خاطر عيوني. أغنية عظيمة. وهالسؤال كان مشترك لأكثر من نجم. إيش غير أنا بتونس بيك؟ الله. حنتونس اليوم بوردة إن شاء الله، ودائما هي مونستنا. دي بتاعتها. دي يعني هي التوب سينجر بتاعتها أصلا. لا في كذا حاجة. يا لهوي يا لهوي. دايما واحنا ليالينا. دايما واحنا مسافرين. مواسم. بتونس بيك. القلب كبيره. التوب يعني لا طبعا ورده الجزائريه يعني مين ما يحبش ورده، ومين بيعرف ويحس فن كويس ما يحبش ورده يعني طبعا. واللي ما بيعرفوه الكثار انه هذه اول مره بيحضر محمد وباسانت هالمهرجان كزوجين، بما انه لهم 6 أشهر بس متزوجين. كيف شايفين الحياه الزوجيه والانشغالات؟ مختلفه كتير. was so excited باللي احنا فيه ده. داينامكس مختلفة جدا. بنحاول نفهم لحد دلوقتي ان احنا اتجوزنا خلاص. حاسه شو استوعبي. وبعدين هو بيشتغل وانا بشتغل، فاحنا مش بنشوف بعض كتير اصلا. فانا حاسه ان احنا لسه يعني فات اسبوعين مثلا على الجواز. والملفت بهالليله انه حضر نصيف زيتون ودانيلا رحمه كمكرمين بالتزامن مع تصدرهم عناوين الصحافه والسوشيال ميديا بالعلاقه اللي بتربطهم. وللصدفه اثنيناتهم وصلوا متاخرين ومستعجلين. يعني في كم سؤال بدك تسالني اياهم وبدي اركض ركض. 100%. ليه تاخرت يا دانيلا؟ لا ما تاخرت، بس كثير كان في عجقه هيك على الريد كارب. 100%. كان في شوي عجقه على الطريق. صح مزبوط. انا علقت فيها. في واحد بيزعل اذا بيتكرم بيتقدر. حلو طريقنا قصير بس الحمد لله الانجازات جيده لهلا. الحمد لله نشكر ربنا. وايتي بالعربي رصد بهالليله انهم ما حكيوا مع بعض حتى انهم قعدوا على طاولات مختلفه. وبهاليوم وصلت بلقيس لحالها وتألقت بفستان عطاها البرنسس لوك بالأسود والأبيض من توني ورد ومميز بضخامته. وهالليلة كانت مميزة بالنسبة لبلقيس لأكثر من سبب. أول شيء لأنها تكرمت عن أعمالها، والثاني لأنه تم تكريم والدها معها بنفس الليلة. تنبسط لما تكون بلقيس موجودة معك بتكريمات؟ ما في شك يعني أكيد أكيد. هذه البكر بنتي الأولى يعني. مين أهم، تكريمك اليوم ولا تكريم والدي؟ والله تكريم والدي والله.
انا فرحانه له وهو يستاهل ويستحق هذا التكريم المستحق. اليوم على المسرح لما تاخر لما طلع توترتي انت، صرت انه ما قبلتي تاخذي الجائزه عنه؟ لانه كان بدي هو ياخذ الجائزه تبعه وهو تاخر، قال لي يا حليلة، قال لي بلقيس خدت بريك وما سمعت ما قالوا لي. حليلة عن جد كمان لما عملنا معه مقابلة قال قد ايه هو فخور فيك ومبسوط انه اليوم عم بتكرم بوجوده. وانا يعني كل فتاة بأبيها معجبة، انا معجبة جدا فيه فنان. ولهالسبب كان لازم ناخذ رأيه بأعمالها الأخيرة. بتحسها انه بتستعجل بالأغاني بتنزلهم؟ الفترة الأخيرة كثير. شغبت بينك وبين الوالد، قلت له شو رأيك بأعمال بلقيس؟ قال لي آخر كم عمل ما عم تستعجلي فيهم. اوكي اللي هو بده اياه بيصير. ما بتزعلي من الانتقاد تبعه؟ صار لي 11 سنه والدي عادي بينتقد اعمالي، عادي يقول لي حلو وعادي يقول لي بلقيس ما عجبني. وبتتقبلي ما بتزعلي انه ما بتقولي انه يا الله يا بابا اسمع بس انه لما يكون عندك حلويات في جيبك وتطلع تقول ما عجبني، ايش تقول له؟ عندي حلويات ثانيين، ايش رايك بهذا؟ الا ما يقول لك هذا حلو. فأنا عندي هذول الحلويات جايين. وكرم هالمهرجان كمان نور الغندور اللي تألقت بفستان سيلفر من تصميم زياد نكد. قديه يعني لك التكريم وبتنبسطي فيه؟ ولية كبيرة جدا طبعا، ودعم من الجمهور ودعم من ضيافة ومسؤولية ان احنا نركز في اللي جاي، وان انا دايما احاول اكون في افضل اختياراتي واكون دايما عند حسن ظن الناس. اما داليا مبارك فاختارت فستان ابيض من انطوان قارح. عروس انت اليوم، شفت كيف تكريمك بالضيافه شو بيعني لك هذا الشيء؟ سو هابي، سعيده كثير. زي ما قلت قبل انه انا بديت من دبي، واني اول جائزه اخذها من دبي يعني لي كثير. اتس لايك كان كل المشوار اللي مشيته وبعدين قاعد اقول يس ذاتس ات، يا ام هابي ام هابي. ومن ابرز المكرمين بهاليوم كانت بيرتشي اكالاي اللي تصدرت الترند بوجودها في دبي، خاصه بعد النجاح الكبير اللي حصدته بالعالم العربي من خلال مسلسل As the Crow Flies على نتفليكس. It's my first international award, so this is a great honor for me to be here and in this beautiful Dubai. Thank you.